السلام عليكم. لا تكاد تخلو مدينة أو قرية مصرية من عدة أضرحة تقام حولها الموالد السنوية، ومن أشهر هذه الموالد الحسين والرفاعي والسيد البدوي والسيدة زينب والقناوي وغيرها. ويتفاوت انتشار هذه الموالد بين الدول العربية، وتحظى مصر بنصيب الأسد من الأضرحة والموالد. فهناك موالد للمسلمين وأخرى للمسيحيين، كما يوجد أيضا مولد لليهود اسمه مولد أبي حصيرة، ويوجد هذا المولد في محافظة البحيرة. وظاهرة الاحتفال بالموالد معروفة منذ العصور القديمة، فكان الفراعنة واليونان يحتفلون بالآلهة ويجعلون عيدا لظهورها، ثم انتقل ذلك إلى المسيحية فكانوا يحتفلون بالموالد، ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى المسلمين، وغالبا ما يتحول ضريح لشيخ أو ولي من أولياء الله الصالحين كما يطلق عليه لمكان ذي قدسية خاصة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، ويتحول الولي إلى قديس سره باتع يشفي الأمراض ويتمكن من شفاء كثير من حالات العقم التي فشل الأطباء في علاجها. السلام عليكم يلقي الضوء على مسألة الأضرحة وحكم التبرك بها والموالد وحكم الاحتفال بها، وكيف تنظر إليها الأديان السماوية والمذاهب المختلفة. طبعا كل هذه المواضيع سنناقشها مع ضيوفنا في حلقة الليلة. ضيفي الأول هو فضيلة الشيخ محمد زكي رزق، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. السلام عليكم وأهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضيفي الثاني هو حضرة القمص شنودة منصور، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول. أهلا بك والسلام عليكم. ورحمة الله. كل سنة. ضيفي الثالث هو سماحة المفتي أحمد طالب من الطائفة الشيعية. السلام عليكم وأهلا بك. أما ضيفي الرابع فهو الشيخ ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت والباحث بالفرق والمذاهب والأديان. السلام عليكم وأهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي وجهات النظر المتفاوتة بين من يؤيد وجود الأضرحة والتبرك منها وإجراء الموالد وأعياد القديسين والأولياء، ومن يحرم هذا الموضوع بناء لآيات وأحاديث دينية؟ كل هذا سنتعرف عليه بعد الفاصل، ابقوا معنا. السلام عليكم من جديد وأهلا بكم في هذه الحلقة التي سوف نسلط الضوء خلالها على موضوع الأضرحة، موضوع الموالد، موضوع طريقة يعني كيف يحتفل أو تحتفل الطوائف والمذاهب والأديان بأعياد بأولياء بقديسين، ما هو حلال وما هو حرام في هذا الموضوع؟ أبدأ مع فضيلة الشيخ محمد زكي رزق، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف. السلام عليكم وأهلا بك مجددا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعدنا هذا اللقاء الطيب الكريم هذا شرف تحت هذا العنوان الفاضل وما أحوجنا إليه. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، كيف تنظرون أو في الإسلام كيف ننظر إلى موضوع الأضرحة، إلى موضوع الموالد، إلى موضوع التبرك بالأولياء والصالحين، كيف ننظر لهم كمسلمين لهذه المواضيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حضرة النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، كما نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم في العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكرة إحياء القيمة أو الفضيلة أو المثل التي تجسدت في إنسان
أو تجلت في مكان أو حلت في زمان، هذه فكرة شرعية إحياؤها إحياء للشرع. الاحتفال بالولي أو بالنبي احتفال بالقيمة، نعم، واحتفال بالنعمة واحتفال بالفضل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصلح بالرجل الصالح ولده وولد ولده وكويرته ودويرات حوله، جيرانه في البلد، جيرانه في العمل، جيرانه في الغير، جيرانه في البيت، جيرانه في السفر في الحضر، ودويرات حوله ولا يزالون في الله ما دام فيهم. فاحترامنا لهذه الشخصية احترام لقدر الله فيها، احترام للقيمة التي استودعها الله في هذه الشخصية من تجميع لمكارم الأخلاق. يعني إذن يجوز الاحتفال بالموالد، نعم، والأولياء، نعم، لا مشكلة في الإسلام، لنقتدي بهم، لنقتدي بهم ونهتدي ولنتبارك منهم ونتبارك بهم. وليس التبرك بأشخاصهم، ولكن التبرك بما منحهم الله فيه، نعم، من مزية، نعم، ومما وهبهم من منح وبما أعطاهم من عطاء. وآداب الرجال فلا تخالف فقد بلغ الرجال بها. هل يجوز التبرك بقبورهم ومقاماتهم؟ نعم يجوز. نتبرك يعني ممكن أن تذهب إلى قبر ولي وتضع يدك على القبر، نتبرك بآثارهم، نعم، مع يقيننا الجازم بأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو الباسط، ولكن لا نتخذهم وسيلة كما اتخذها المشركون من قبل، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. لا، نحن كمسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري هذا الحديث: لا أخاف على أمتي الشرك من بعدي. إننا نتبرك أو نتبارك بالآثار الطيبة وبالمعاني القيمة النبيلة التي استودعها الله هذا الهيكل بهؤلاء. أريد أن أسأل فما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أسأل الشيخ ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت والباحث بالفرق والمذاهب والأديان، هل أنت موافق على ما ورد على لسان فضيلة الشيخ محمد الكرست؟ أولا أنا مش في خلاف أصلا مع فضيلة الشيخ في لسبب، لان انا اصلا مش مفتي، مش في قد علم فضيله الشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه. انا متخصص في حاجه واحده بس، التصدي للشيعة في مصر، التصدي لممارسه الطقوس الشيعيه في مصر، ممارسه الشعائر الشيعيه اللي هي دخيله على المجتمع المصري داخل مصر. نعم، يعني على سبيل المثال الشيعة عندهم حاجة اسمها دعاء زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء ده في مولد الحسين لازم يقولوها. عبارة عن ايه زيارة عاشوراء؟ يقولوا: اللهم لعن الأول والثاني والثالث. يقصدون بالأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويقصدون بالثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقصدون بالثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذه ده اللي انا متخصص فيه، انما حضرتك ان انا كمفتي او انا لا اسالك كمفتي، انا اسالك هل انت كشخص موافق على ما قاله فضيلة الشيخ من انه لا مانع في التبرك من مقامات الاولياء ومن زيارة الاولياء واقامة الموالد، ويمكن لنا احياء ذكراهم وكل هذا كما قال فضيلة الشيخ؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما علم الصحابة قال لهم لما في المرتفعات تكبروا وفي النزول تسبحوا، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتسبيح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا،
تدعون سميعا بصيرا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب. السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت امرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع كلامها ويخفى علي بعض منه، وسبحان رب العالمين الذي سمع أصوات صوتها من فوق السبع سماوات وأنزل سورة المجادلة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد المستحق للعبادة. يعني أنت بطريقة غير مباشرة تقول لنا أنك لست موافقا على الكلام. لازم أقول لازم بطريقة مباشرة يعني. لا ما اليوم المتلقي المشاهد يجب أن يعرف كل التفاصيل. يعني كما تحدثت عن أنك ضد التشيع وتحارب التشيع في مصر وكل هذه المواضيع، يجب أن نقول هذا الرأي بوضوح كي يعرف المشاهد تماما كيف تفكر أو كيف تفكرون. أنتم اليوم إذن ضد زيارة الأضرحة أو التبرك منها أو زيارة الأولياء أو كل هذه المظاهر. وليه تخليها ضد؟ ليه لازم إحنا في فرق بين الاختلاف التنوع واختلاف التضاد. يعني اختلاف لما إحنا نختلف مع بعض إخواتنا من المسلمين من الصوفية اللي بيمارسوا بعض التصرفات غير المقبولة أو المقبولة، فده بيندرج تحت ان احنا كلنا مسلمين. انما لما واحد شيعي يجي عشان يلعن الصحابه ويلعن امهات المؤمنين ويسبهم في عقر دارنا ويقول لك ده انا امارس طقوس، وهل حدث ذلك؟ طبعا. اين؟ طب في جميع موالد الحسين رضي الله عنه هنا في مصر؟ في مصر وغير مصر. دعنا نستمع من سماحة المفتي الشيعي الذي موجود إلى جانبك توضيحا لهذا الكلام الذي تفضلت فيه حضرتك، ما هو الصحيح منه وما هو الخطأ منه، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم والسلام عليكم من جديد. نتابع هذه الحلقة، وكنا في الجزء الأول استمعنا إلى كلام فضيلة الشيخ محمد زكي رزق الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وأخذنا أيضا مداخلة من الشيخ ناصر رضوان مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت والباحث بالفرق والمذاهب والأديان، وخرجنا من موضوع الموالد يعني زيارة الأضرحة وتقديس الأولياء أو التبارك منهم وما هنالك مع الشيخ ناصر إلى موضوع آخر، وهو محاربة الشيعة في مصر الذي اعتبرها أنها من اختصاصه. وعندما سألته لماذا هذه المحاربة قال لأن الشيعي يأتي إلى مصر أو يأتي إلى تلك الأضرحة ليشتم بمقدسات إسلامية، ولكن هل هذا صحيح؟ الرأي مع سماحة المفتي الشيعي أحمد طالب. كيف تعلق سماحة المفتي على ما سمعت من الشيخ ناصر رضوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أنا بحب أني أعلق على الشيء اللي سمعته من سماحة الدكتور الشيخ محمد زكي، حتى أقول أنه حقيقة نحن ما ندين به الله سبحانه وتعالى هو عين ما قاله الدكتور محمد زكي، يعني لا نحير عنه قيد أنملة في العلاقة مع الأضرحة والمقامات والعلاقة مع كل ما يمكن أن يتبرك به من آثار. ولكن أنتم كشيعة تتبركون. نعم. وتزورون وتقيمون الاحتفالات تماما كما قال سماحة الشيخ. نحن هذا في أصل عقيدتنا ما قاله سماحة الشيخ دكتور أحمد زكي هو عينه ما نتبناه نحن من الناحية الفقهية الدينية. نحن نتبرك في مقامات النبي وأهل البيت عليهم السلام والصحابة، نتبرك بهم تبركا، ولكن لا نخاطبهم ولا نطلب منهم لا الشفاء ولا الحياة ولا العمر ولا الرزق. نحن نقول يا الله بكرامتهم عندك استجب دعائنا. ولكن عندما تزور مثلا مقام أقول الحسن والحسين أقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حفيد رسول الله، هكذا أقول له، ولا أقول له أكثر من ذلك. أخاطبه ليس بالسلام، ليس خطاب. المشكل الذي يقولون عنه حينما تطلب شيئا ولكن حاجة، لماذا تزوره؟ أزوره يعني لماذا تزور المقام إذا كان هذا
إذا كان هذا مجرد نعم. مقام مبني من حجر نعم. لأني ومن جماد ومن في داخله لا يسمعك لا. لا يسمعك ولا يستطيع لأني أن يجيبك لأني لماذا إذن تذهب إلى زيارته؟ لأني أؤمن بأن الأرض في كل الدنيا هي أرض، ولكن قيمة الأرض بمن فيها وبمن عليها. أنا اليوم أذهب إلى المدينة المنورة وأزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدعو الله هناك لاعتقادي بأن للنبي كرامة وللمكان الذي دفن فيه كرامة. وهناك حينما تدعو الله تدعو الله بخشوع وبخضوع يقربك إلى الله أكثر لكون النبي كان يصلي في هذا المسجد ولكون النبي ولكن كان هذه الصورة المثالية نعم. التي تحاول أن تظهر بها أو تظهر الطائفة الشيعية نعم. بها هي صورة مختلفة تماما سأتكلم عند التيار السلفي نعم. وعندها حتى ربما عند تيارات سنية كثيرة ليس صحيح. فقط السلفيين يعني هم يأخذون عليكم دائما شتيمة رموز نعم. دينية نعم. يعني شتيمة الصحابة و يعني مثل صحيح أبو بكر عمر صحيح. وعثمان أنا أريد أن أبين السيدة عائشة أم المؤمنين يعني هذه مآخذ كبيرة على الشيعة وكأن خلافات تاريخية بدل ما أن تحل أو تعالج بالطريقة المثلى يعني تطورت مع الوقت إلى استباحة المقدسات. وهذا ما قاله الشيخ ناصر الذي يقول أنه صحيح. يمتلك أدلة على هذا. لا يعني هذا الأمر بالنسبة إلينا نحن نقول لك أنه هناك في كل الفرق الإسلامية وكل المذاهب الإسلامية يوجد معتقدات أصيلة، ولكن ربما في بعض الحالات نتيجة ظروف وأزمنة قد تمت هناك حدة في العلاقة بين أفرقاء مسلمين، اشتدت المشكلة بينهما إلى حد أنه صار هناك ردة فعل من عوام الناس، وربما من بعض من ادعى العلم عندهم. مفيش الزمارة اللي هي بتتك عليها عشان اعترض على نعم مفيش الزمارة اللي واحدة لا 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 بنضويك بنضويلك أوكي ولما تعترض تفضل. لذلك نحن حينما نقول أن هناك مذهب وهناك آراء في المذهب وهناك ممارسة عوام في بعض الحالات لها ظروفها التي لا تبرر ولا تقبل ولكن لها ظروفها، تماما كما حصل بين بعض المذاهب الإسلامية بين بعض المذاهب الأربعة، يعني مثلا بين الشافعية والحنابلة حصلت حروب وكفروا بعضهم ومنعوا الزواج من بعضهم البعض، وليس فقط مع المذهب الشيعي. طب حضرتك تنتمي كما يذكر اليوم إلى أي لا أريد أن أدخل إلى نصل بالموضوع، ولكن سؤال أنت تنتمي سمحت المفتي نعم. إلى أي فريق من الشيعة؟ أنا من المذهب الاثنى عشري من المذهب الاثنى نعم. عشري أقول الجعفر يعني طبعا نعم. أتبع الإمام جعفر الصادق إلى ما قاله ما قاله ما قاله له الأخ الشيخ. أنا يعني أؤكد لك أن مراجع الشيعة من المرجع الأعلى فيهم السيد السيستاني إلى مختلف المراجع إلى السيد خامنئي إلى غيرهم يحرمون أي إساءة لأي صحابي لا سيما إلى أم المؤمنين عائشة، لأن هذا الأمر هو خارج سياق عقيدتنا وهو خارج سياق مبادئنا. لكن يوجد بعض المشايخ من الشيعة ربما يمارسون هذا الأمر وهم موقع إدانة حتى من قبل المرجعيات الشيعية، وهم موقع حرب وهم موقع يعني هناك محاولة لإقصائهم ولإنهائهم ولإلغائهم كنوع من حالة إن هؤلاء مدعومون من إيران كنوع من أنواع حالة التطرف في داخل المذهب، ولكن يقولون إن هؤلاء يعني من تصدر عنهم الإساءات هم مدعومون من إيران ما يسمى يعني اليوم وليس من النجف الأسود. أحسنت. اليوم هناك في إيران ربما يكون هناك جمعيات متشددة كما ربما تدعم بعض حالات الإرهاب من اليوم من جمعيات في السعودية. هل يمكن أن أتهم السعودية بأن هي تدعم حالات الإرهاب؟ إذا هناك بعض الجمعيات المتشددة اليوم هو حضرته من المتشددين ضد الشيعة، هل أستطيع أن أقول أن مصر هي تتبنى موقفه ضد الشيعة؟ لا أستطيع أن أقول أن الأزهر يتبنى هذا الموقف ضد الشيعة وهذا غير صحيح. متبني الأزهر؟ أيوة متبني أيوة. الأزهر الشريف متبني على كل حالات أنا أقول الآن دوري كل الضيوف الأزهر الشريف متبني أعرف نعم دوري كلهم عملوا معروف وطبع كتب أول كتاب اسمه الخطوط العريضة لدين الشيعة، اعتبره دين تاني غير دين الإسلام نعم. وجاء والأزهر الشريف الأزهر ولكن من هذا؟
ده لا ده ده كتاب صادر عن الازهر الشريف نفسه، عن الازهر او عن ازهري، عن الازهر الشريف نفسه، عن مجله الازهر الشريف مجلة نفسه. مجله الازهر الشريف. تفضل دكتور. يا سيدي اليك الاتي، الازهر الشريف باعتباره يعني مرجعيه للعالم الاسلامي كله في مشارق الارض ومغاربها، يعبر عن ضميرها ويحفظ هويتها وثقافتها وفكرها وتدينها الصحيح، حائط صد لكل يعني قذى أو أذى يلحق بالإسلام وشريعته السبحة. فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين جمع كل هذه الكتيبات التي كانت هدية لمجلة الأزهر. نعم. وقال نحن الآن في وقت تجميع ووقت وحدة الصف، وليكن بيننا الحديث يعني متواصلا بالحكمة والقناعة والموعظة الحسنة والحوار والحوار الهادئ الذي من خلاله نصل إلى هدف. هذا الهدف هو احترام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واحترام منزلة الله فيهم، واحترام قدر الله فيهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وضرب الله لهم المثل في التوراة وفي الإنجيل كما تعلمون إلى آخر هذه السورة المباركة في موضع آخر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لا بعنف وتطرف وسفك دم وتخريب منشآت وتحريق مؤسسات وتعطيل أعمال وقطع طرقات، والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل ما يريده الأزهر أن يعني تقوم المرجعيات الكبرى لإخواننا الشيعة ببيان يحرمون فيه ويجرمون فيه صحابة، من يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يسب السيدة الطاهرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ولكن الأزهر الآن يبحث عن كل ما يجمع وعن كل ما يوحد ويجمع شمل الأمة الإسلامية. وبمجرد أن علم فضيلة الإمام الأكبر بهذه الهدايا لمجلة الأزهر، جاءني أنا شخصيا الأمر مباشرة بإصدار هذه الكتيبات إلى أن نلتقي فنتفق إن شاء الله على رأي سواء. منع إصدارها أو إصدارها؟ نعم حضرتك قلت إصدارها. لا، أنت من منعها منعها بصفة بصفة مؤقتة. منعها لأنه بصفة مؤقتة إلى أن حتى نجتمع. تسمح لي أستاذ. ونناقش ونناقش يوجد ونناقش ما جاء فيها من وصلت الفكرة من بيان. يوجد حال، يوجد تواصل وحوار بناء بين علماء الشيعة المحترمين والوقورين وبين علماء أهل السنة وعلى رأسهم الأزهر الشريف في من أجل الوصول إلى قاسم مشترك، لأن الهدف هو الجمع والبناء وليس الهدم. ما يمارس اليوم من قبل شخصيات وجماعات أمثال أخي الشيخ، إذا قبل كلمة أخي مني، هذا يساعد المتطرفين في الطوائف الأخرى للتمكن. اسمع لي بس يعني يتزمتوا أكثر وليعمل ويقوموا بردات فعل. هذا الأسلوب أسلوب لا يمت إلى الحكمة والموعظة الحسنة بشيء، لأنه حينما يقول علماء كبار على مستوى المرجعية العليا، اليوم مثلا لو قال شيخ الأزهر
موقفا شرعيا. هل يمكن لشيخ تلميذ في الأزهر أن يشكل مثلا رد لشيخ لرأي شيخ الطائفة؟ لا يمكن. اليوم حينما يصدر السيد السيستاني فتوى بحرمة صب الصحابة وبالإساءة إليه، هذا عمل طيب، ويصدر فتوى حصل بالفعل وموجود، حصل بالفعل، ولكن دعنا لكن مولانا وضعوا على آذانهم يعني موانع للسمع. الآن لو جئته بألف قسامة ويمين وقلت له أن تصور أنه يريد أن ينفي فتوى مشهورة عن السيد السيستاني تحدث عنها الإعلام ونزلت على المواقع وهي موجودة في ختمة وما شاكل ذلك، دعنا ننهي مع الشيخ ناصر كي نخرج من هذا الموضوع نهائيا، ونستمع إلى حضرة القمص شنودة عن موضوع المسيحية معنيين بشكل أساسي بزيارة القبور والأضرحة والتبرك والنزورات والقديسين وما إلى هنالك، ولكن دعني أختم هذا الموضوع نهائيا باقتضاب إذا أمكن. دلوقتي في حد يكره الوحدة؟ في حد يكره أن الأمة الإسلامية تبقى متجمعة على قلب رجل واحد؟ ولكن هناك دعني أقول ولكن هناك من يريد أن تكون هذه الوحدة على رأيه هو، يعني وليس على رأي الجميع. لا يعني يا بتكونوا كلكم يعني رأيي أنا لو سمحت، أنا يا هذه ليست لو اسمع تفضل. أنا دلوقتي لما أقول لك تعال نحط إيدينا في إيد بعض، بس ما تسبش الصحابة، ما تسبش أمهات المؤمنين، ما تلعنش الصحابة. هل أنا بقوله ده ما سمحت المفتي قال أنه من أكبر مرجعية شيعية قالت أنها تحرم؟ دي التقية الشيعي. أولا لا أسمح لك بكلمة كذب، اعتذر عن هذه الكلمة. التقية هي الكذب. التقية أشهد الله تعالى أني في قلبي وضميري وإيماني وعقلي إني أقول ما أعتقد به أمام الله بيني وبين الله. ثالثا أنا أقول لك، هل أمرك الله أن تدخل إلى قلبي؟ لما كمل كلامي وعلى عليك بظاهر كلامي، لماذا تحاسبني على من سمعت ما تستمع إلى رأيي ونخرج من هذا الموضوع؟ قال كلمة كبيرة، يقول طالب علم يقول لمفتي هذا كذب وهذا لا تقية. لا يجوز لنا أن نكتب عن ضمائر الناس ولا عن قلوبهم. المهم لا يجوز لنا. طب انا دلوقتي خلتوني اقول ايه، لا تقربوا الصلاه، ما خلتونيش نقول وانتم سكارى يعني. خلينا اكمل اللي انا بقوله، وبعدين حضرتك في الاخر قول انت ايه الكلام ده غلط ولا مش غلط. دلوقتي لما دعاء زياره عاشوراء اللي انا هذا غير ثابت عند الشيعة. طيب لما غير ثابت عند الشيعة، زياره عاشوراء مولانا كل الشروح دي بفتوى، كل الشروح دي يا اخي اليوم، كل الشروح دي انت واحد، كل الشروح دي طيب الامام انا خلي بالك لا اراء ومجتهدين الشيعة زياره عاشوراء غير مقبول. لما اعرف اتكلم اكمل يا استاذ توني. يا سيدي لو سمحت فضيله الشيخ بس انهي لي هذا النزاع بكلمه كي ننتقل. لا لو سمحت معلش فضل كلمه، لا كلمه واحده بس. الاصل هو بيقول ايه شفت معلش لنا الظاهر، لنا الظاهر مش عايز اكتر. سمحت تفضل. دلوقتي لما بيقول ايه في دعاء زياره عاشوراء، ولعن الله أمة دفعتكم عن لعن الله، يعني كل اللي من الذي يقول هذا؟ طيب اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني. مين من غير تقية أول ظالم باللعن مني في معتقد الشيعة؟ هل تعتقد وابدأ به أو الأول ثم الثاني ثم الثالث؟ هل طيب تعتقد أن الذي ظلم هو أحد الصحابة؟ لا. طيب أنت تعتقد أنت مين؟ أنا من غير تقية أقول أنا أقول أي ظالم ظلم محمد وآل محمد؟ هل هو أبو بكر؟ أبدا. هل هو عمر؟ أبدا. هل هو عثمان؟ عمر يا أخي هو تزوج بنت أمير المؤمنين. الله يفتح عليك. الكلام ده متكلم خلاص. حلو قوي كده. طب خش بقى على التاني بيقول لك إيه؟ فضيلة الشيخ انهي لي هذا الموضوع رجاء. كلمة واحدة معلش، كلمة واحدة يكفينا خلاص. انا عاوز اخرج. لا اسمع اللهم الامام بيقول لك ايه، اللهم لعن ابو سفيان ولعن معاويه. لا ضروري مش الثاني بيقول لك ايه، لا ضروري ان نتلفظ بهذه العبارات. طيب الثاني بيقول يجوز التعبد بالزياره دي، اللي هو بيقول لك بيحرم سب الصحابه. لا ده هو بيجيز سب الصحابه. لا دي من مكتبه، من مكتبه القوم. بس انهي مش محاوره توقيع. اعطيني فرصه بس سمعونا بس. اعطيني فرصه تاني. يكفي
للأزهر الشريف كمرجعية تعبر عن ضمير الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، أن يصدر بيان من المرجعية الشيعية العليا أو الكبرى بتحريم وتجريم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسب السيدة عائشة رضوان الله عليها. وهذا يكفينا لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، لأننا لسنا مكلفين بأن نبحث عن ضمائر الناس أو نشق قلوبهم. بارك الله فيكم سماحة. حتى يجمع الله صفنا الله يجمع الجميع. أمين. الله يجمع الجميع. بعد الفاصل، المسيحيون كيف يتصرفون بزياراتهم للقبور ولقبور القديسين، النذورات، التبرك وكل هذا؟ دعونا نستمع إلى ذلك بعد الفاصل، ابقوا. السلام عليكم من جديد. هذه الفقرة سأخصصها في بدايتها إلى حضرة القمص شنودة منصور، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول في مدينة النهضة. أبونا، طبعا عند المسيحيين هذه التقاليد، تقاليد زيارة الأضرحة والقبور والقديسين، أعياد القديسين، التبرك، النذورات، الطلب من القديسين، طلب الشفاء، طلب المساعدة، كل هذا واضح ووارد عند المسيحيين، لماذا؟ الأول أشكرك لأن أنت حاسس من برنامجك أن عاوز توحد الناس، ودي رسالة سامية، ريت كل الناس تعمل كده، نخرج احنا من اللقاء ده متحدين في وفكر واحد لعبادة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. الموارد عندنا جزئين، جزء العائلة المقدسة، أماكن مقدسة مرت بيها، مثلا زي مرت للعذراء في درونكا مثلا، دي مكان العذراء استقرت فيه زارته، فهنعمل على حس المكان المقدس اللي العذراء قعدت فيه في الهروب من ايه الى مصر. في بعض الاماكن فيها قديسين، المزارات مثلا. هديك مثلا برضو احنا ليه فكرنا بهذا التفكير. في العهد القديم، طبعا احنا العهد القديم والعهد الجديد واحده واحده، عندنا كانوا في ناس شايله ميت يدفنوه، فقام عليهم غزاه، فيعملوا في الميت ده ما قدرش يرموه في الشارع، راحوا رامينه في قبر اليشع. اليشع ده تلميذ ايليا، وكان إليشع مات من مدة فكانت عظامه، توما لمس الميت ده عظام إليشع آمن الموت. إذن هذه العظام فيها إيه؟ نوع من البركة والتبريك، لأن ده قامت ميت، ما نطقش إليشع، ده ميت وعظامه، فلما لمس كده يقول لك فلما لمس عظامه قام على رجليه وقام من موته. الحاجة اللي برضو عندنا اللي إحنا بنفرح بيها زيارة قبر السيد المسيح، اللي هو في خاصة في موسم الحج بتاعنا أو التقديس بتاعنا اللي هو في سبت النور، لأن قبر السيد المسيح لما اتدفن فيه حسب إيماننا كمسيحيين وقام من الأموات في اليوم الثالث، أصبح لنا علامة كل سنة في سبت النور الساعة من 12 لوحدة ظهرا بيظهر نور المسيح، ويجي رئيس الكهنة يروح كده جايب شمع ينور من هذا القبر. إذا القبر مقدس، فزيارته مقدسة. إحنا عندنا القبور، لحظة بس هو نعم بقول استغفر الله العظيم، يعني استغفر الله العظيم. ازاي هو ربنا بيموت؟ بيقول لك ربنا مات؟ لا، انا بتكلم عن الشيء، ما قلتش الله مات. السيد المسيح الانسان يسوع المسيح اتفضل مات واتدفن حسب ايماننا وصلب وقام في اليوم السادس. القبر بتاعه بيظهر منه النور كل سنه، كل سنه يعني في خلال الاثير، يعني هو لنا موت ثلاث ايام من فضل. خلينا نكمل. لا داعي، لا داعي يعني ان ندخل او نقحم يعني جلستنا المباركة هذه التي هي من اجل يعني اضفاء المودة وروح الاخوة والسكينة وتبيان للناس بان هذا الجمع يعني يهدي للتي هي اقوى. لا ندخل في الامور يعني امور الاختلافيه او الاعتقاديه، لكن دي امور مولانا لكم دينكم اختلاف. لكم دينكم ايوه ولي دين ويا ريت يعني يا سماحه القس يعني ان نتكلم في قواسم مشتركه بعيده يعني عن الامور العقديه حتى لا ندخل في اختلاف. أنت تقول في ديني وهذا يقول في ديني ونقحم المشاهد في
في معركة كلامية ربما يكون. لا لن تكون هناك معركة كلامية. ولكن هو يفسر لماذا المسيحيين يذهبون إلى القبور، قبور القديسين ويتباركون. لنا هذا المعنى، لنا هذا المعنى. قبر من قبر السيد المسيح اللي هو له هذا المعنى يفسره. قبر من الأنبياء زي قبر إليشع لما قام ميت. القبور القديسين المزارات بتاعتهم أجسادهم، في أجساد قديسين ما تحللتش خالص. بيقول لك انظروا هو الهدف من زيارة القبر. انظروا بص قال كده الكتاب واضح، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. بس تمثل. عندما تزورون يعني القبر ما هو الهدف؟ التمثل بإيمانهم يعني منهم وتذكرى حياتهم كده إزاي وسالكوا إزاي. نعم، ولكن عندما تزورون القبور تطلبون منهم. أيوة يعني أنتم لا تتمثلون، عندنا لا تتمثلون بهم فقط، ولكن إنما يكون هناك طلبات. في نوع من الشفاعة، شفاعة كفارية وشفاعة توسلية. يقول لك حد أيوب يقول لك إلى أي قديسين تلتفت. فإحنا بنقول بركة شلاي عدل، بركة ماري جرجس. يعني عندنا مثلا مولد في ميد نمسيس، مولد ماري جرجس من المواد المشهورة اللي بيروح فيه ناس عليه أرواح شديدة، هي الشياطين وخلافه والجن. نعم. والحاجات دي بيروح هناك بيطلع الإشتار ما بيستحملش. ولكن السؤال أبونا صدق. هو الذهاب إلى قبر من حجر وإلى ناس اوريدي يعني اصلا هم ميتين. أيوة. اموات. طيب انه عندما نخاطبهم او نناديهم او نطلب منهم، يعني يمكنك فعل ذلك، يعني يمكنك فعل ذلك ان تطلب من الله مباشره وانت في بيتك او صح. انت في كنيستك. بالضبط. يعني لماذا زياره هذه الاماكن؟ التبرك منها حتى في الوضع الطبيعي بتاعنا احنا. الا يعتبر هذا مظهر من مظاهر الوثنيه في إطلاقاً. مكان ما اطلاقا اطلاقا. وحضرتك قبر إليشع لما الراجل مات فيه دفن فيه امن الموت، هل دي وثنيه؟ بالعكس دي إثبات إن هذا رجل الله. بيقول من يكرمكم يكرمني، من يرزلكم يرزلني. أنا بكرم رجل الله، بكرم القديسة العذراء ماريا، بكرم القديسة دميانة مثلا. نعم. إكرام دي مقدسين بكرمهم أتمثل بإيمانهم. طيب. النهاردة أما أحط أنا صورة للقديسة دميانة حواليها 40 عذراء شهيدة، وبنت تشوف القداسة بتاعتها ومدى استحمالها وتحملها وطهارتها تقتدي بيها. ده درس. بس دعني لأنه داهمنا الوقت أعود إلى فضيلة الشيخ محمد ذكي رزق. أريد منك أن تختار أحد ضيوفي لتوجه له سؤالا إذا أمكن. بداية نحن كمسلمين لا نعبد الأشخاص ولا الأفراد، إنما نعبد الله عز وجل. صحيح. وإنما نجل ونكرم ونتبارك بمن تجسدت فيه قيمة الدين وأخلاق الدين، فكان ترجمة صادقة لوعاء الإسلام ومعطيات الدين. نعم. السؤال ما هو السؤال بس لضيق الوقت فضيلة الشيخ؟ الله يفتح عليك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه واحدة. الثانية، لا يجوز تكفير المسلم لأي سبب من الأسباب حتى ولو عمل عملا في نظر الآخرين هو عمل المشركين، لأن النبي صلى الله يعني عليه وسلم يعني ما نسمع منك هو رسالة سلام ورسالة وحدة. ولكن هل هناك من سؤال؟ لأنه عندي دقيقة بعد بدي أسمع فيهم الأربعة الباقيين رجاء. هل هناك من سؤال أو لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم يعني من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. نعم. الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخسروا الله في ذمته. أما بالنسبة للآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والاستدلال بها استدلالا في غير موضعه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا استدلال بها عندما أتبارك بولي أو بصالح أو بنبي أو برسول، فهذا استدلال في غير موضوع. شكرا فضيلة الشيخ. أنا بدك تعذرني بس لأنه لم يتبقى لدي أبدا من الوقت. نعم. فحضرتكم هل لديك من سؤال؟ مش سؤال وحيد بس عشان نركز عليه. لمين؟ للكل. لا في حدا بدك توجه له سؤال؟ ما بقدرش كل الواحد. ماشي معلش. تفضل. قال السيد المسيح كلمة جميلة، السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. إحنا عاوزين نبني إن الشريعة لمصلحتنا مش ضدنا، تجمعنا مش تفرقنا. نعم. هدف الله سبحانه وتعالى إنه يجمعنا. كمان رسالة. سمحت المفتي في سؤال لحدا؟ نعم، سؤال لسماحة الشيخ. نعم. أيهما
أجدى بالنسبة إليك إذا كان الهدف بالنسبة إليك الوحدة الإسلامية، أن تجلس مع مجموعة من علماء تختلف معهم لتحاورهم بالتي هي أحسن، وتستمع منهم بدقة ما هو حقيقة المذهب وما هو منسوب إلى المذهب، أم هذا الأسلوب الذي تمارسه من انتقائيات شاذة داخل المذهب لتواجههم بها؟ باختصار. طب انا لسه ما سالتش. باختصار طيب. انت تسال جاوب هلا. انا هجاوب وبعدين هسال. دلوقتي انا بقالي اكتر من 20 سنه داخل المذهب، وبقرا وبكتب وبنشر وبشوف كل لان الشيعي لا يكون شيعيا الا بسبب الصحابه وامهات المؤمنين. ابدا غير صحيح. الشيعي لا يكون شيعيا الا بتكفير ولعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. السؤال واضح، هل تفضل ان تكون مع علماء من طائفه شيعيه للحوار او هذا الاسلوب الذي تعتمده؟ لا الحوار طبعا لو طيب. لو سؤالك كان سؤالك انزع من قلبك الغل. انا ما انت لا في سؤال من قلبك الغل على الصحابه. والله سؤالك. والله نجلهم والله نحترمهم. سؤالي ان كنتم بالفعل كما تقولون صادقين تريدون الوحده، لماذا يوجد قبر ضريح قاتل امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب المسمى ضريح ابو لؤلؤة المجوسي في مدينة كاشان القريبة من مدينة قم؟ لماذا يفتي السيستاني اوكي وصل السؤال لماذا وخامنئي بجواز التبرك؟ لماذا هذا موجود في دولة وليس في مذهب؟ لا يسأل دولة عنه مذهب حكمها، ولكن هذه الدولة انا لا اعرف عنه شيء. يعني اسمها الجمهورية الإسلامية. اسمح لي انا لا اعرف عن هذا القبر شيء، الله يشهد. ولا في مجتمعي من يذهب ليتبرك منه، ولا في مجتمعي من يزور. فتوى من خامنئي، ولا في مجتمعي من يزور بأبو لؤلؤة المجوسي. عم بيجيب كلمات غير صحيح. جميع غير صحيح. ضيوفي هذا نتشكر دائما نبحث عن نقاط الإيجاب في حواراتنا، لابد من أن نقع في أفخاخ الخلافات، ولكن دعونا كلنا نحاول أن نجد البصمات البيضاء عند بعضنا البعض، لأن الوحدة هي ما يقوينا في وجه أعدائنا جميعا. شكرا لكم، شكرا مشاهدينا، والسلام عليكم.